اتفضل يا كريم. فالبطوله الحاليه يا كابتن اسلام فيها حقائق كتيره جدا، احنا جمعنا يعني 10 حقائق هنقولهم لسنة مشاهديهم، 10 حقائق بصراحه طريفه جدا. طبعا كوت ديفوار اكيد دي المره الثانيه اللي بتستضيف فيها كاس الامم الافريقيه بعد نسخه 84، ونسخه 84 دي كانت يعني شهيره في تاريخ الكره المصريه لما طلعنا رابع، وكنا طبعا واحده من احلى النسخ اللي لعبنا فيها كوره. اتفرج على مباريات مصر في 84. كابتن ماهر امان كان بيتكلم عنها امبارح. احلى نسخ، من احلى، مش هقول احلى، من احلى النسخ اللي مصر لعبت فيها، منتخب كان بيلعب كوره حلوه الى اقصى درجه. حظنا السيء طبعا في السيمي فاينال، ساعتها كنا متقدمين على المنتخب النيجيري 2-0، وبعد كده هم رجعوا في النتيجه وقدروا ان هم يكسبونا بركلات الترجيح. من النسخه دي، النسخه دي طبعا كانت بتتلعب من 8 منتخبات فقط. في 6 منتخبات من نسخه 84 موجودين في نسخه 2023، منتخبين بس هم اللي مش موجودين. مين 6 موجودين؟ كوت ديفوار، مصر، الكاميرون، الجزائر، غانا، نيجيريا. ال6 دول لعبوا 84. في بقى منتخبين كانوا موجودين في 84 ومش هيتواجدوا في 2023، هم ملاوي وتوجو. طيب برضو من الارقام الطريفه الخاصه بمنتخب مصر، منتخب مصر ومنتخب غانا اكثر منتخبين وصلوا لنهائي البطوله، 9 نهائيات. مصر خسرت نهائيين بس، هم 2017 و2021 قدام الكاميرون والسنغال على الترتيب، فيما ان منتخب غانا منتخب سيء الحظ للغايه مع المباريات النهائيه، خسر من ال9 نهائيات اللي هو وصل لها خسر 5، طبعا ده عدد كبير جدا. صامويل ايتو طبعا رئيس الاتحاد الكاميروني وطبعا الهداف التاريخي للكاميرون، ما زال بيحتفظ بلقب الهداف التاريخي للبطوله لغايه دلوقتي برصيد 18 هدف واحرزهم في 6 نسخ. برضو عندنا الكابتن عصام الحضري ما زال بيحتفظ بلقب اكبر حارس مرمى، محدش هيعديه ده. اكبر حارس مرمى شارك في نسخه البطوله بعد ما شارك قدام الكاميرون في نهائي نسخه 2017، كان عمره ساعتها في المباراه 44 سنه و21 يوم. طيب المرة الوحيدة اللي ماتش الافتتاح لكأس الأمم انتهى بنتيجة 0-0 كان في نسخة 2013، تمام، ما بين جنوب افريقيا والراس الأحمر. جميع النسخ في التاريخ تم إحراز فيها أهداف. طبعا آخر نسخة مستضيفة للبطولة كسبت اللقب كان مصر في نسخة 2006. عندنا الحقيقة ال9 عندنا اسمين فقط قدروا يكسبوا البطولة دي يا جماعة، كلاعب وكمدير فني. طبعا الجنرال المصري الكابتن محمود الجوهري ربنا يرحمه فاز بالبطوله سنه 59 كلاعب، وفاز بيها 98 كمدير فني، وبيجي بعديه ستيفان كيشي طبعا النجم التاريخي لمنتخب نيجيريا، كسبها كلاعب في 94 طبعا النسخه الشهيره في تونس، و2013 كمدير فني. واخر حقيقه معانا هو الفرنسي روجيه لومير، هو المدير الفني الوحيد في تاريخ القاره اللي كسب كاس الامم الافريقيه وكاس الامم الاوروبيه.